هلو جايز، كنتمنى تكونوا بخير الطوب ولا بغيت ندير شي حاجه. الله يوصلوا لها اليوم ان شاء الله. فيديو جديد طوموبيل اللي معنا بياسه حيه كاع الناس تقريبا كتعرفها، عندها واحد الشعبيه اودي اتخوا اس لاين موديل 2021. ما كرهناش ندوزو لكم شي ار اس اسونس ادرينالين، ولكن ما تسمعش مازوت تقول لا طوموبيل كطير تبارك الله، الكونفور سبور فين ما جيتي كتقول لك اني معاك، فاش عليك غير الجبال والحفاري ولا شي حاجه، الطوموبيل ماشي ديال داكشي. سو هي راه ديال داكشي الكواترو، ولكن هادي اللي ماشي معنا كواترو. سو بالنسبه للقدام الطوموبيل ديزاين ديالها واعر فول بلاك، شو لوبتيك تبارك الله كيدير لفوجور ديزاين ديالهم دايرين لها بحال شي حجبان بحال شي تخنزيره تبالش كالوندر اللي داروا ليه واحد الطريقه واعره ودايره بهذه اللمسه ديال الكرومي. قدام الطوموبيله ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم، ولكن شوفوا تقريبا كتحس الا طفيت الضو ما غتبقاش تبان، لا مشات الشمس ما غتبقاش تبان الطوموبيله. اش كيدايره تبارك الله. شوف بالنسبه للليجوند اللي معنا ديزويد، هاد ليجوند عندهم واحد الشعبيه كبيره، هاد السير هذا كيديروا اغلبيه ديال الناس، غير بالنسبه الا ضربتي في شي دودانه كتحس بالدقه 100%، عرفتي شنو كيكونوا غاديين، واخا هي عندها سسبونسيون زوين ولكن راه ملي كتضرب بالدقه معناها عندها صغير كتحس بها، كتحس بالطوموبيله كتبقى فيك. المهم ردوا البارك ما عارفين كازا لوغو اس لاين، وهي راه اس لاين، هانتوما اس لاين عاوتاني فين كاينه لانتيغيور شن ردوا اللور. بالنسبه لي زوبتيك اللور ديزاين ديالهم واعر، هاد السين تا لهاد اللي غادا ملي كتفراني شوف الطريقه باش كيشعل، وتالي سينيال الطوموبيله كتبان من بعيد، شاعر السينيالات السينيالات باش كيعجبوني شادين لوبتيك كامل، ماشي دايرين لهم غير هنا غابيل اتخوا دبالج تي دي اي طوموبيل دو سورتي دو ليتر 150 شوفو ضريبة 1500 درهم بويسونس فيسكال ويد توا بانوراميك اوفون هاتش باك مجموعة من اللور، دونك باش جاي باش داير باش اي حاجة لا للانقلاب اونتي انقلاب. شفت لكم الانتيغيور اللي عجبني في الانتيغيور هو هذا اللون هذا قهوي واعر، ونديروها بالكحل وهي كحلة كانت كاع ما غادي تجي مزيانة. البوست الحقير دابا راه فهمتوا ولاو يكبروا ولاو يديروا بحال المرسيدس شي حاجة الهربة، راه واخا راه الاس لاين راه 36 مليون 40 مليون 46 مليون راه خصو يديروك شي حاجة الخلع. المهم دابا راه تلقى الديجيتال هنايا شي حاجة العابرة، هذا راه كتحكم فيه ولا غير كتورك في شي بوطون من هنايا كدير الراديو ولا شي حاجة راه غيطلع لك. المهم صافي غيهبط بوطون ديال تراكشن كونترول اونتي باتيناج لي مود بارك اسيست بوطون ديال ديتريس لا كليم ديزاين ديالها واعر، درنا لكم مدورين سبور اصلا كلشي غتلقاه مدور في الطوموبيل، وباش الا بغيتي تقطع شوط الطريقه كي دايره فولون اللي واعر بخصوص الا مشيتي درتي ليه الكربون كيعطي واحد اللمسه واعره. وبالنسبه لي باليت كاين اللي كيزيد فيهم بالحمار ولا بالزرق ولا بالصفر كيوليو بانو كبار، هنايا راه كيطلعوا لك كلشي 260 هاد اللي كيطلع لك الكيلومتراج كيطلع لك الطوموبيل لي زونسيون لي ميساج انتوما يا كيلومتراج. هنايا بالنسبه للاضواء راكم عارفين وريغيلاتور فيتاس ديال منهم لهنايا، واللبسه واعره ديال الكرومي اللي تحس بالفخامه او ميم طون. شو الانتيغيور كيدير لك كان كيبان لكم الالوان واعره، لي سياج كتحس بهم محشادين مخدومين، هنا فين كتفوق الاودي على الجولف المنافسه والسياط، عندهم لي سياج كتحس بانك راك راكب في اودي فخامه واخا ما فيهمش غابيل اس لاين. شوف كيفاش كيبدعوا ما بين اللون القهوي واللون الكحل، شوف حتى في البوطون داروا كحل باش يجي واحد الميكس واعر. بواط فيتاس استرونيك اس لاين طالع لك هنايا سي رابور بويسونس فيسكال ويت بويسونس ريال 150 شوفو الضاربه 1500 درهم. هنايا لا كليم اوتو غاميتر ما عندكش فين تحط التليفون، هذه راه صغيره تحطو غادي تقلب هنايا غير بلاصه الكيسان اكو دوار لي ريغلابل كطلع كتنزل وفيها واحد المساحه ديال التخزين وفيها غير لوكس. بالنسبه للزوينه في الطوموبيل كنتي داير اوتو هولد وما داير الصمطه غتكسيري ما غتحيدش لك الفخانه من اوتوماتيك، خاصك تكون داير الصمطه غير تكسيري تحيد لك الفخانه من كنتيش داير الصمطه خاصك تحيدو بيدك. هنايا راه مطلعين لك ستارين ستوب دايرين لك هنايا، هنايا دايرين اللي حداك تاهو كيتحكم في الموسيقى تاهو داخل معاك شريك. شو البواط فيتاس كاين بحكومه كتشدك تحس باللمسه ديال السبور غير كترجع اللور كدير لها بحال هكا راه كتولي مود سبور اوتوماتيكمون. ديماريو باش نطلعو لكم لي مود وطلع هاد البوست الجميل. كونتاك هو هدا والو عادي سامبل
هنا لي موط باش يطلع هاد الاستاذ هذا. لي موط تقدر تطلعها من هنايا، كاين ديناميك انديفيديال اوتو كونفور المود افيسيانسي كيطلع لكم حتى هنايا باش نشوف. هو هنايا لاكرون كيطلع لك شاف لاكرون هنا ولا هنا. اي حاجه بحال عندك A5 بحال عندك A4 بلوغو ديال سبور كلشي الكتريك لي فيتر اي حاجه لا ما سد الفخامه ديروا لك في الباب شي شي بالنسبه لك راه خلف واصلوا حتى واحد حقهم الفخامة مزيان كونفورتابل ما كتحسش بالاكتشاف الطريق غير هي اللي ما خيبوها وما داروش اكودوار دونك اكودوار حتى هي كتزيد من الراحة وتكون فيها شي غامات قبل تحط الكيسان ديزاين دير لك اللمسة ديال الكرومي ما كايناش امبيونت لايت عندك امبيونت لايت غير في البيفان كتشعل تعطي واحد اللمسة واعرة الالوان واصلة لك حتى انت انت عندك لي بيت الكتريك بوني كرومي ولكن 100% اللي كيريحوا القدام هما اللي مهلين فيهم شكون اللي كيتهلا اللور هو اللي في الا5 الا6 A5 شي كوبي A6 A7 A8 كتريح اللور كتحس براسك اللور عاطيك اكثر من اللي في القدام دوبيض واعر و بلاص لاليم وايضا تقدر تشارجي ولا كليم واصلك والواعر هي واحد الغامض خنايا ما عرفتش دايرين واش الماس ولا ما عرفتش شنو. هو انا كتخشي فيه شي حاجه انا بقى ما عرفتش ديال اش المهم ما عرفتش واه اي جي الموبيلا مع كامل الاحترام بيسه حيه فوينا كونسوماسيون تاع عمار دار كونسوماسيون بحال عندك داسيا ماشي داسيا لا داسيا كتشقى الطوب في الكونسوماسيون تحيه الناس ديال داسيا كونسوماسيون 6-6 على حساب فهمتي على حساب رجليك مود سبور ولا مود ايكو غنديرو دابا التيست درايف يا بسم الله اللي عجباتني والواعر هو عطاك انا قدرت تهبط وترجع كيطلعوا في الحرام دابا انا داير الصمت عنك سيري غتحيد كش داير الصمت خصني شم انا نطلع لك الميديا بوجود اي حاجه كونسوماسيون دابا راه مطلعين لك سبعه واحد شويه قبل ما نديرو الفيديو كما كنعطيو ها واحد شويه تبقى غادي نطلع لك 6-2 6-4 يقولوا داك الماتا على قمقم وانا نفهم هو ديال الطوموبيل غير كديرها كتحس بها غادي طير معاك عندك لي باليت راه غير كدير ليمن كيولي مانيال كيولي عندك في لي باليت داكشي كان الاسونس غنسمعو الروتور دابا ترجعو للبلاص ولا تقدر ترجعو ماني غير ما تورك على البارك صافي غيولي باني ترجعو للديك ولا ما وراكش يعني حتى شي حاجة ودرتي لي اللور بحال هكا غيولي الاس الاس سبور نقدر نقول لكم تيست درايف واقع لي ديالها تبقى لي راه مود سبور انا اخويا غادخل شي خليني ندير ابو الصفار خليني نتعشى لا 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 ترى دوضانه تبارك الله شفت الجواب كي داير شوف ترى مازال عطاو واحد 0 سنتيف زيرو سون من هنا لهنا صغار فهمت شنو فرانات تا ما مشيتش المهم هاد الشيء ما طافيش الاس تقطعني واخا لا اذا قلت لكم هاد الحلقه غنديرها كامله مود سبور لا الاس غادا تطلع لكم هنا يمكن لا دير لا والو الموبيل الصراحه ديال ديال الاخر المهم بالنسبه اول جينيراسيون بانت في 1996 ثاني جينيراسيون بانت في 2003 واللي من بعدها في 2013 واللي من بعدها في 2020 العائله العائله خالتها هاد الجدات ملي كدير مود سبور طوموبيل كتحس بارك درتي مود سبور ما كاينش طوموبيلات كدير مود سبور كي كتبوا لك المهم كاينين ولكن بحال الاودي بي ام المرسيدس ملي كدير مود سبور راك درتي مود سبور اول حاجه هو بعد هذا الشونجمون هذا ديال الار بي ام ما كيبقاش دغيا
كيبقى شي انت راه كتعطيك حتى الاحمر عا باش كتشونج. لاكسيليراسيون ديال الاسانس مكاينش الفرق ما تفهم على الاس بي سي تبان ولا اش كتنوض معايا دابا بقيت كلشي خارج من الخدمة في الدراسة والصوم غير كترجعو بحال هكا راه كيرجع الدي عادي دي واخا كتورك عليك تحس بالطوموبيلة شوية كتجاوش معاك دابا ولكن ملي كدير الاس كتحس باللوفي ديال الاكسيراتور بحال كيتسناك تيقول لك امر وانا نغامر والمازوت بالطبع حتى هو تيقول لي يقول لك مرحبا بك عندنا باش نكسيري كنحس بالادرينالين ما زوطه في الطير الطياره ما شاء الله الثمن واخا غالي شويه الاطر هو غالي بابور سيات ليون سيات ليون اف ار غادي تختير ادرينالين الجولف سات تاعي غادي تعطيك الايترون تاعي تقدر تعطيك على بالي هو لكن الاودي بنت الحرام غلينا حتى شنو نقول لكم فاش فايت الاودي اودي فايت في شي تويشيات ما غتلقاهمش في الفولكس فاجن واخا يعني الفولكس فاجن ديال الشارع باغ اكزومبل شو دابا هادي راه دابا هادي باش يديرو لك بحال هكا واش كتسحبها جا ولا صقولك بحال هكا لا راه خدمه فيها راه بحال فهمتي شي حاجه اكسترا فول اكسترا اوبشن الفولكس فاجن غادي لا باك صافي طفي دابا هنا فين كي علاش زايد الثمن شو غير بلاصه لاكلي ما كاينش دوره كتجر كدير كتقطع الضو والمن بحال اش عاوتاني شو هاد الماتيير اللي مخدومه هنا لي سياج لي سياج راه تبارك الله خصك تصرف بحال راك شي اسيس ولا شي اسيات لي سياج اللي عندك بي فان ما دزت الصوت سيمان ما بقاش تسمع والو بي فان عنده واحد البي فان ما يمكنش واحد الباص تويتر كيفاش كيوصل لك النغمه ديال النغمه هو تاعي شو لاس بي مني كتفهم طروازيام نورمالمون بالدير غتولي مطلع لك هنايا سانكيام طوموبيل خصها السباعه على غرف على القرص كاميرا ما نتعذب معنا انا سالقه سافر مشات عينه ترى الخليعة صاحبي ما دابا دايرين الفيديو مع السات العشيه لومبودياج دونك السلام اولا وبنادم ما خصوش يتعرف بزاف وبخصوص وسط المدينه فهمتوا شي حاجه اللي صعيبه
شو الضودانة فرمشة شعين زي ما الضودانة الشام يعني فرمشة شعين غادي نجيبها مع الضودانة تفوت الضودانة ترجع المية بحلة ما كاين والو. دابا غيكون نهاية ديال الفيديو كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو اي انفو ودخلوا عندنا الان على راسو العين اللي باغي يشري اللي باغي يعرف شحال كتكونسومي اللي باغي يعرف شي مود بياس اي حاجة مرحبا مرحبا على الراس والعين جايز ديالنا غادي نلونسي واحد الحدث اللي غادي ينفع ان شاء الله الجايز وينفعنا كاملين وغادي نزيدو نقرمو من بعضياتنا. المهم جايز اللي عنده شي طوموبيل ما ديزاش في يوتيوب يباسي لنا انستان جون دوزوها في يوتيوب باش نفعوا وحدين اخرين حتى هو كيف عنده ديك الطوموبيل وكانت عينو في طوموبيل اخرى وتفرج في شي فيديو بحال هكاك اللي تعمى بارطاجي اللي تعمى الفائده كيف كيقولوا ان لم تفعل فاعلم ان ذنوبك هي اللي معناها عاتك. المهم فرجه ممتعه.